إذن أولا كما أشرت الإخوان كنشكركم على الحضور ديالكم أجل التتبع ديال الترتيبات الأمنية اللي غادي تكون اليوم بمناسبة ديال حلول السنة الميلادية الجديدة. الترتيبات الأمنية اللي غادي يتم القيام بها هذا العام هي اعتيادية كتكون دائما في هذه المناسبات هذه ديال نهاية السنة الميلادية والحلول السنة الجديدة. مختلف المصالح الأمنية ومختلف الوحدات الأمنية والعناصر الأمنية ديال هذه المنطقة الإقليمية تنفيذا لتعليمات السيد المدير العام الأمن الوطني والسيد والي أمن الدار البيضاء راه مجندة اليوم باش تقوم بالعمل ديالها على أكمل وجه وتنجح هذه الاحتفالات اللي كاينة اليوم. كاين الاستثناء اليوم أو الجديد اليوم هو القرار الحكومي بخصوص اليوم اللي هو يعني الإغلاق ديال جميع الأنشطة جميع المحلات التجارية مختلف الأنشطة ديالها على الساعة 11:30 ديال الليل، وكذلك الحظر ديال التجول اللي غيبدا ساري المفعول ابتداء من الساعة منتصف الليل. غادي نعملوا على التطبيق ديال هذا القرار الحكومي تنفيذا لتعليمات المديرية تعليمات الولائية. المديرية العامة للأمن الوطني رصدت يعني واحد الدعم كبير لوجيستيكي وبشري من اجل انجاح ديال هاد الاعمال النظاميه اليوم اللي غادا تجلى في ترتيبات اللي غتكون ظاهره بالميدان وترتيبات اللي غير ظاهره. ترتيبات ظاهره بطبيعه الحال من خلال الدوريات المتنقله سواء الدراجين او النجدات او باقي السيارات ديال الشرطه اللي غتكون بالميدان، كذلك السدود الاداريه والسد القضائي والسد السدود المتنقله اللي غادي تشاهدوها الان في الميدان راه خدات المواقع ديالها، والدوريات كذلك ديال الزي العناصر ديال الزي دوريات مزدوجه مع القوات المساعده اللي غتكون كذلك في النقط الحساسه والنقط الاستراتيجيه والنقط ديال التجمع وديال التبضع ديال المواطنين. وكاين دوريات كذلك وكاين يعني ترتيبات اللي هي غير ظاهره اللي كتشرف عليها العناصر المدنيه تحت الامره ديال الرؤساء ديال المصالح ديالهم اللي غادي تكون في مختلف النقط السوداء والنقط اللي معروفه كنقط كبؤر اللي خصنا ننتبهوا لها من اجل التطهير ديالها من الظواهر الاجراميه والزجر ديال الجريمه، وكذلك الدور الوقائي قبل من الوقوع ديال الجرائم من اجل تامين ديال التنقلات والتحركات ديال المواطنين في الشارع العام، ومن اجل ان هذه الاحتفالات تستمر في ظروف عاديه لان عندنا كتزامن مع الاجراءات ديال الحجر الصحي اللي مازال ساريه واللي خصنا نعملوا على التطبيق ديالها.